صباح الخير، وجدت لكم لي زانغريديون كاملين باش نصايب انا وياكم واحد لو كيك على الصباح ويعطي واحد الريحه واعره في الدار. شوفوا كنهضر بشويه حيت عثمان باقي ناعس وانا يلاه فقت. وبما انه الوقت ديال الليمون فاكيد غادي نستغلو نصايبو به شي حليوه. هي هذه، نحتاج 3 البيضات، كاس ديال سنيده، نص كاس ديال الزيت، ليمون، جوج خمارات، واحد الزا دقيق، تقريبا عندي زلافة ونص، هي 12 معلقة. أول حاجة نبدأ بها كنت غادي نساوم فايقة دايخة. خديت المول دهنتو، درت له بابي كويسون، دهنتو بشوية ديال الزبدة وشوية ديال الدقيق. غناخد المول ديالي، كناخد هنا شوية ديال السكر الأسمر وكنديرو، وكناخد الليمون وكنستفو وحده حده وحده، نخلي بيناتهم لاسباس وندخل الكيك ديالي. كبيت لو كيك كامل وفرقته مزيان فوق من الليمون. غادي ندخلو الفران وغادي نشعل عليه غير من التحت حتى يبان ليا طاب وطلع، عاد غادي نشعل عليه من الفوق غير باش يتحمر ليا.
اولي 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 شوفوا الليمون كي كيبان. ها علاش قلت لكم ديروا لو بابي، علاش ديما كنقول لكم ديروا البابي، حيت فريمون كيخرجها زوينه وما كتلصقش. او الله على ريحه، ريحه الليمون. شوفوا الا بغيتوا ديروا فوق منها الكونفيتور والكوك ديروه، انا صراحه كتعجبني هكا، كنجيب دو ترونش ديال الليمون وكنحطهم عليها فقط، ما كنزيد عليها حتى شي حاجه حيت ما تحتاج، حيت هي اصلا هاد الديكور ديالها جاي زويون ديال الليمون معسل. هذه هي الطبيله، نعم لالا، نعم سيدي اللي وجدت انا وياكم هذا لومليت اللي صايبت، راه ديما كنصايبو كيجي واعر، كليتو في واحد لوطيل وكيجي خطير فريمون، كيجي زوين، وحتى ديك بحال دابا البصله والزيتون ومع ما كيطيبوش كيبقاو كروسيون واحد شويه، كيعطي واحد المذاق واعر. زوقتها بهذا الشاركوتري بهذا الشكل، هادو لي كاب كيك اللي كنت صايبت معاكم في داك الفيديو. ديسير صايبتو خفيف دغيا دغيا، وكيوجد فيه حبوب الشيا كيجي زوين. وهنا خلاص لو فامو كيك اللي صايبت انا وياكم ديال الليمون، كيجي معلك وكيجي بحال مسقي، الوغ كو حنا ما ساقينو بتا شي حاجه، غير لو داك لو فات ديال الليمون وسنيده فاش كيطيب فيه كيعطيه واحد كيعطي واحد لا تيكستور زوينه. فوالا شوفوا كيفاش كيجي. كي جاك الفطار زوين؟ يلا فايق بسلامتك. زوين عجبك؟ انا صايبت الفطار وحطيت الطبله وقديتها، اتمنى غيجمع الطبله ويغسل الموان. ايوا شنو اختي، ندير كلشي، راه ما يمكنش.